لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. وفاة عبد الهادي صالح الخريج برنامج تاند أب بعد حادثة سير تعرض لها الشهر الماضي وسط حزن كبير داخل الشعب المغربي وسطه. عبد الهادي الصالح مشهور برنامج ستاند أب يعزي المغرب ويشعل موقع التواصل الاجتماعي. النهارده هنتكلم عن وفاة عبد الهادي الصالح الفنان المغربي المشارك في ستاند أب 2024 وسبب وفاته، حيث كانت إحدى الصحف عن سبب وفاته هو حادث سير تعرض له الشهر الماضي. وجاءت تعليقات الحزن كالتالي: رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، والآخر: إنا لله وإنا إليه راجعون. البقاء لله، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويصبر أهله وجميل الصبر والسلوان. والأخير: اللهم يغفر له ورحمه ويجعل قبره روضة من رياض الجنة ويرزق أهله وصبر والسلوان، وعظم الله أجركم، الله يرحمه ويجعل من سواك الجنة. تغمد الله برحمته واسعة واسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارحمه واغفر له ويرحم جميع المسلمين والمسلمات. وجاء آخر من أطيب الفنانين موجودين داخل المغرب: كان ما دائما قلبه يتحكم في عقله بسبب حب للناس، حيث قال إنه ما دائما كان يحب الخير الكثير من الناس والناس كان جميعا تحبه. وقال: ربي يرحمه وسيلقى دعوات من الملايين بسبب حب الناس له، ربي يغفر له ويرحم جميع امواتنا المسلمين والمسلمات ونلقاه في الجنة بإذن الله.